ارتفاع حصيلة ضحايا الكحول الفاسدة وحالات التسمم، تواصل التوافد على المشفى. تابعوا التفاصيل. لليوم الثالث تواليا يستمر توافد ضحايا الكحول الفاسدة بجماعة سيدي علال التازي على مستشفى الإدريسي الإقليمي بمدينة القنيطرة، حيث عاينت هيسبريس قدوم سيارات إسعاف بشكل متكرر تحمل أشخاصا بدت عليهم آلام البطن بسبب تداعيات التسمم الذي يسببه شراب الفقراء. أكدت مصادر عليمة للجريدة أن عدد المتوفين ارتفع إلى 16، معظمهم من الشباب المنحدرين من علال التازي والقرى والمجاورة لها، بعدما سجلت وفاة جديدة لأحد الضحايا المحتملين للكحول الفاسدة. يمكن وقع 23 أو 24 الضحايا، كل واحد شنو اللي ماتوا، شي كيقول لك 6، شي كيقول لك 5. الوليد اللي عنده 18 عام جاركم؟ جارنا توفى هو مات. لا في يعيش مشى ليه. وتواصل عائلة الضحايا استخراج جثث أبنائها المتوفين من مستودع الأموات من أجل دفنها في القرى التي ينحدرون منها، وسط حالة من الحزن والإغماءات في صفوف النساء من الأمهات والزوجات والأقارب من هول صدمة الموت المفاجئ. ويتوقع أن يكون العدد الإجمالي للحالات التي توافدت على مستشفى الإدريسي تخطى حاجز 160 شخص بسبب فاجعة الكحول الفاسدة التي باتت الرعب في نفوس الأهالي المتوجسين من فقدان أبنائهم، بعدما كان الرقم بلغ في الصباح 157 حالة. وكان مدير مستشفى الإدريسي أكد في تصريح سابق يوم الأربعاء أن عدد المتوفين بلغ 10 داخل المستشفى وخمسة خارجه، وهو الرقم الذي بلغ 16 بعدما أضيفت حالة وفاة جديدة في المستشفى. قال فؤاد عرشان مدير مركز الاستشفاء الإقليمي بالقنيطرة أن حصيلة الوفيات جراء فاجعة الماحية بلغت 10 وفيات داخل المستشفى وخمسة خارجه، من بينها حالة جدلية تم التأكد منها بعد التشريح الطبي. وشدد عرشان على أن عدد الحالات التي وفدت على مستشفى الإدريسي منذ مساء الاثنين إلى حدود صباح يوم الأربعاء بلغ 157 حالة، من ضمنها 20 حالة تمت إحالتها على المستشفى الجهوي بمدينة الرباط. الخمور الفاسدة تفتك بالمغاربة. تابعوا جديد هذه الأخبار على قناة هاني أم يحيى. إلى اللقاء. كيدوروا معاهم، كيدوروا على الحجامة كاملة، على أصحاب الحلقة، كيجمعوا لهم هذوك الزيزوارات اللي كيجمعوا السم ديال الوجوه، اللي كيكرطوا بهم الراس والوجه. والله العظيم ربي شاهد عليا، أقسم فمي بالله علي العظيم. إلا كيجمعوا الزيزوارات وكيجيبوا الروزينة وكيجيبوا النقاطي دليكوت ديال المسطين وكيديروها كيخمروها بالكاغط ديال البيض، كاغط عباد الله اللي كيتباع فوق البيض، كيسمعوا بعد مالي البيض، كيحطوا طروفه، كيخشوا في برميل، كيلوحوا في برميل، كيديروا الماء، كيلوحوا فوقه الزيزوارات، وكيلوحوا الروزينه كيدكوها، وكيديروا قرعه ولا ثلاثه قرعه ديال الليكوت، باش الناس ملي يشربوا يحس بالشقيقه ويكاوي. قالوا اجي نشطوا بيناتنا، ماتوا 25 و60 راهو هما دابا في يد الله، ادهى وامر، والحاله ديال الاسر مساكن. شفت واحد الصور كتقطع القلب ديال داك اللي مامون كيفاش كيتحملوا في الارض، وهنا كنفهموا علاش ربي قالنا يا ايها الذين امنوا انما الخمر خمر والشراب والقرقوبيل الحشيش اي حاجه كتخمر كتضبع كتغيب العقل، والميسر ولا نصاب ولا زلام رجس من عمل الشيطان. شنو سيدي ربي قلتي حرام؟ لا، قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يعني اكثر من الحرام الطريق ديالو، الصاحب اللي يقول لك اجي تجلس معايا، الجمعيه اللي تقول لك اجي تجلس معايا، اي حاجه بعد منها، بعد من الطريق ديالها الى بغيتي ربح.